مصر تستعد للانتخابات الرئاسية 2014. ومن وقت ما الموجة الثورية 30 يونيو والخروج العظيم لشعب مصر في هذا التاريخ، الكل بيستعد لما بعد هذه الخطوة. احنا بنفرق كويس جدا ما بين الجيش المصري كمؤسسة مهنية بنحترمها وبنقدرها، ما بين هذا الجيش اللي احنا بنحبه في خطابي انا واعتقد العديد من اللي موجودين واللي عايزينه يبقى بعيد عن السياسة، لان دوره المهني هو حمايتنا، دوره انه يحمينا مش يحكمنا. استحالة في اي مجتمع زي دول العالم الثالث اللي احنا اللي فيه وزي الظروف اللي بتمر بيها مصر وينزل وزير الدفاع الانتخابات. لو ابو غزالة قرر ينزل الانتخابات وقت مبارك هيكتسح مبارك، لان طول عمر قائد الجيش المصري محطب عند المصريين، مش لشخصه ولكن لانه قائد الجيش المصري. مش عايزين يحكمنا عساكر، مش عايزين يحكمنا عساكر.